أهلا بكم متابعي قناة الأستاذ الناجح، لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك الجديد. سأحول من الكتابة الكسرية إلى الكتابة العشرية، كيف ذلك؟ بنفس الخطوات دائما. أكتب البسط كما هو هكذا، عندي 215، أعيد كتابتها كما هي. الخطوة الثانية أحسب عدد الأصفار في المقام. شكرا. عندي 0.1، ما معنى ذلك؟ سأزيح الفاصلة، هل إلى اليمين أم إلى اليسار؟ إلى اليسار. سأزيح الفاصلة إلى اليسار برقم واحد. 0.1 رقم واحد. الفاصلة في أصلها في العدد الطبيعي أين هي؟ ها هي، لكن لا نكتبها. أي عدد طبيعي في فاصلة على يمين الأحد، لكن لا نكتبها. ما معنى ذلك؟ قلت سأزيح، يعني سأحرك الفاصلة برقم واحد. إلى أي اتجاه؟ إلى اليسار. لنحسب معا نستعمل الأقواس. رقم واحد وأضع الفاصل وأتحصل على النتيجة 21.5. بنفس الطريقة، أول خطوة أعيد كتابة البسط كما هو. واحد و شكرا، 41. خطوة ثانية أحسب يد أحسب عدد الأصفار في المقام. 0.1، ما معناها؟ سأزيح الفاصلة إلى اليسار بكم من رقم؟ برقم واحد. الفاصلة هنا أين تصبح؟ نحسب معا 1 وأضع الفاصل 4.1. بنفس الطريقة دائما أعيد كتابة البسط كما هو. أحسب عدد الأصفار في المقام، كم من صفر عندي؟ واحد. أزيح الفاصلة بكم من رقم؟ واحد. برقم واحد. هيا لنحسب معا 1 وأضع الفاصل. هل هذا العدد مكتمل أو صحيح؟ ماذا يحتاج إلى إضافة ماذا؟ يحتاج إلى ماذا يا خولة؟ إلى إضافة رقم. ما هو هذا الرقم أضيفه؟ صفر. شكرا، أضيف صفر. لا يمكن أن أقول فاصل 7. لا. يجب أن عندي جزء عشري وجزء صحيح. جزء صحيح بماذا أعوضه؟ بالأصفار. 0.7. بنفس الطريقة 388 على 100، أعيد كتابتها كما هي. شكرا محمد. خطوة ثانية، هيا محمد ماذا أفعل؟ أحسب عدد الأصفار في المقام. أحسب عدد الأصفار في المقام. 1، 2، 0. ما معناها عبد المالك؟ أزيح الفاصلة إلى جهة اليسار برقمين. شكرا، أزيح الفاصلة إلى اليسار برقمين. الفاصلة أين هي؟ ها هي، أزيحها بكم؟ برقمين. 1، 2 وأضع الفاصل. النتيجة كم يا إناس؟ 3.88. شكرا. بنفس الطريق أكتب 45. أحسب أريش عدد الأصفار في المقام. كم من صفر عندي يا فرح؟ صفرين. 0. 1، 2.
ما معنى ذلك يا أيمن؟ ماذا سأفعل؟ أزيح الفاصلة برقمين إلى اليسار. شكرا. صفرين أزيح الفاصلة برقمين، واحد اثنان وأضع الفاصل. هل العدد مكتمل؟ ابتسام، ماذا أضيف؟ أضيف الصفر وتصبح النتيجة كم؟ 0.45. أعيد كتابة الفاصل كما هو. أربعة، شكرا. بعد ذلك أكبر بدري. أحسب عدد الأصفار في المقام. كم من صفر عندي؟ صفرين. بعد ذلك أماني ماذا أفعل؟ شكرا. أزيح الفاصلة إلى اليسار برقمين. لنحسب معا، واحد اثنان وأضع الفاصل. لاحظوا معي، واحد اثنان ووضعت الفاصلة. كم من صفر أضيف؟ صفرين. شكرا. أضع صفرا هنا، لاحظ، في الجزء العشري، وصفر في الجزء الصحيح. كيف أتأكد من أنني صحيح؟ لاحظوا معي، عندي صفرين، ما معنى ذلك؟ يجب أن يكون عندي رقمين بعد الفاصلة، واحد اثنان، فأنا صحيح. 5489. بعد ذلك محمد، أحسب عدد الأصفار في المقام. كم من صفر عندي؟ 3. واحد اثنان ثلاث. ثلاثة أصفار، ما معناها يا إسلام؟ جيد، لنحسب معا. ها هي الأصل في الفاصلة هنا، واحد اثنان ثلاثة وأضع الفاصل. والنتيجة كم يا يعقوب؟ 5.489. جيد. ننتقل إلى ما قبل الأخيرة، 763 على 1000. كم من صفر عندي؟ كم هنا؟ ثلاثة أصفار. أزيح الفاصلة بكم؟ بثلاثة. واحد اثنان ثلاثة وأضعف. عندما أكمل العد أضع الفاصلة مباشرة. بقي لي فراغ، ماذا أضع فيه يا إناس؟ صفر. وتصبح النتيجة يا إناس؟ صفر. عدي. 0.763. أحسب عدد الأصفار. واحد اثنان ثلاثة. ها؟ وأزيح الفاصلة بثلاثة أرقام. واحد، استعملوا الأقواس، اثنان ثلاثة وأضع الفاصل. واحد، ها، واحد اثنان ثلاثة، وتصبح عندي 0.002. أهلا بكم متابعي قناة الأستاذ الناجح، لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ نصر رابح عبر قناة الأستاذ الناجح. تلاميذي الأعزاء، نواصل معكم سلسلة دروس اللغة العربية الفصل الثاني. كملاحظة بسيطة، هذا الدرس موجه لتلاميذ الأولى متوسط وتلاميذ السنة الخامسة، أيضا يمكنهم الاستفادة من هذا الدرس لأنه مبرمج هذه السنة. ولمن يبحث عن بقية الدروس التي شرحتها سابقا، تجدون روابطها في صندوق الوصف وفي أول تعليق. رياضيات واللغة العربية. قبل أن أبدأ في شرح هذا الدرس، كطلب بسيط فقط أعزائي المتابعين، الضغط على زر اللايك، الاشتراك في القناة، وترك تعليق لكي يحفزنا على نشر فيديوهات أخرى ولكي ينتشر الدرس في اليوتيوب. استمع جيدا إلى الكلمتين التاليتين: إنجاز، استخراج. أعيد: إنجاز، استخراج.
عزيزي التلميذ، هل نطقت الحرف الأول من الكلمتين؟ أعيد، اسمع جيدا. إنجاز، استخراج. نعم نطقت الحرف الأول من الكلمتين، لكن لو أدخلت حرف الواو أو حرف الفاء على الكلمتين كيف ستنطق؟ وإنجاز، وإنجاز. كلمة ثانية، واستخراج، واستخراج. الكلمة الأولى إنجاز، عندما أدخلت عليها حرف الواو نطق الحرف الأول وقلت وإنجاز، لكن الكلمة الثانية عندما أدخلت عليها حرف الواو ماذا قلت؟ واستخراج، واستخراج. لم ينطق الحرف الأول من الكلمة وقلت واستخراج. قد يستغرب التلميذ لماذا؟ فهذا يقودنا إلى التعرف على همزة القطع وهمزة الوصل. فما هي همزة القطع؟ همزة القطع هي الهمزة التي تكتب، لاحظ معي، إنجاز، كتبتها أم لا؟ نعم كتبتها، وتنطق في بداية الكلام وقلت وإنجاز، عندما وصلتها أيضا نطقتها وقلت وإنجاز. ترسم بهذا الشكل أ أو إي. الآن ننتقل إلى همزة الوصل لكي نفهم أكثر فأكثر. همزة الوصل هي الهمزة التي تنطق، كيف ذلك؟ أقول استخراج، نطقتها في الكلام أقول استخراج، لكن ولا تنطق عند وصل الكلام أو عند وصله، أقول واستخراج، لم أنطقها فاستخراج. إذن أعيد، همزة القطع هي الهمزة التي تكتب وتنطق في الكلام، لكن همزة الوصل هي الهمزة التي تنطق في الكلام لكن عند وصل الكلام لا تنطق.